هاتي لها النون. مامي خلاص خلاص هاتي لي النون. ماشي. اسمك يسري. بتعمل ايه؟ انا بعمل رنجه. علمتي تعملها ازاي؟ بابا علمني ان انا اشيل الديل واشيل القشر والدماغ والبط، ولو هنخليها بنشيل السلسله. بنشيل الشوك منها وبنشيل السلسله. انا عندي 11. اللي بينادي على بقى الفسيخ بيتخزن ازاي؟ ايه بيتخزن ازاي؟ يعني اول ما بيجي بنحطه في ملح، يقعد في التلاجة يومين، بعد كده يجي هنا نغسله ونصفيه من الملح ده ونحطه في مية، وبعد كده نصفيه. بتعمل الرنجة والفسيخ ده يعني من وانا عندي 9 سنين. بتعمل لماما في البيت؟ لما بابا بيجيب لنا انا اللي بعمله. بتعملوا احلى منها ولا زيها؟ لا انا ما اعرفش، هي بتعمل احسن مني طبعا. بتشتغل تعمل طول السنه ولا اكتر وقت؟ لا انا طول السنه عادي، طول السنه عادي بشتغل. تروح المدرسه؟ لا في الايام المهمه بس، يعني في كان عندي امتحان عمل امبارح روحت، وبعد كده جيت على هنا على طول. شاطر في المدرسه؟ ايوه الحمد لله. وانت لما بتساعد بابا بقى هنا انت بتحب؟ ايوه بحب اساعد. بتاخد بقى فلوس على الشغل ده؟ طبعا. بتاخد بقى مرتب؟ طبعا.